We cater your dreams. اليوم دهمنا الوقت وغير شوي ببرمجة نهارنا، ولكن رجعنا للمحطة من واتس كوكينج والتيستينج. كنا عم نحكي على بكرة مع ميشيل فنانة، مع شرجاد، مع شيف شارل عزار، كيف فلور دو ليس بيعملوا كيترينج لأحلام العرسان، كيف بيحطوا أفكارهم وأحلامهم بسياق طاولة غير شكل. شفنا الأوبسيون لما يكون العشاء فردي، طيب ما فينا نعمل بفاق إلا بالعرس يعني، شو كيف؟ لا بس اليوم عم نحكي عن راس ما حب. في ناس حب. عم يعملوا، في ناس عم بيعملوا بيفيه بالعكس. بالعكس لما من بعد ما يخلص انه هلا المود اي مضبوط. شو ميشيل؟ كثير ماركتينج اوبورتونيتي صار في ماركتينج، صار في سوق جديد. انا بعرفه كثير منيح. فاذا باوبسيون بيفيه يعني الاحتمالات عديده جدا. شو حضرتوا لنا شيف؟ رح نبلش بالكولد ستارتر هولي كله. عاملين حمص الكلاسيك، بس البرزنتيشن مش كلاسيك ابدا. يعني اذا بتشوف قديش مشغول برواق، قديش في تفاصيل، قديش في كل ورقه مشكوكه لوحدها، مش مكبوبين كاب، بس بالنهايه رح تاخذ طعمه الحمص الكلاسيك، لكن البرزنتيشن مختلفه. الجاتو نسبه لنا الحمص والحمص يعني هذا اتس انتاتشبل، ممنوع حدا يستعمل، فطعمته عن جد طعمه كثير قويه. نستعمل كثير حبوب حمص، ما بنزيد الطحينه هلا رح نضرب كل شيء، وعن جد سوبر حمص، بس برزنتيشن بدنا اياها تكون غنيه. هون عندنا المطبل نفس البرنسيب اللي حكينا عنه، بس اخذين الباذنجان الرفيع اللي هو اوريدي يعني بنستعمله بمطبخنا للحشي، قصينه بطريقه وشاويينه ومنشفينه وحاطين بقلبه البابا غنوج اللي كمان معودين عليه ومعودين على طعمته. مع الرمان، مع الرمان كمان في شوية هيك تفاصيل. إذا بتلاحظ رمان بقلب الباذنجان، رمان بالصحن، زعتر زبيع بالصحن، شوية سما، نقط زيت، هيك بنكون يعني شفنا شوي إذا بدك بيوتيفول البارتي اللبناني، بس كيف عاملينها مغيرين للبرزنتيشن. هون بنروح على كومبينيشن إذا بدك نحن عاملينهم. هون عاملين سلاد بطاطا بالتروف مع كروفات. يامي. هلا هيدي بكره رح اعملها على الهواء، لانه اليوم بس شفنا البرودوي خالص. بكره رح نشوف كيف عملناها وكيف الصوص وكيف خلطناها. اليوم رح نعمل العكس يعني. أيه. شفنا البرودوي من دو وبعدين نطبخ. بكره نطبخ. تذكري تمر وتكوكينج لكن هاي الرسالة رح نطبخها. وهون عندنا عاملين البوبيات السومو المارينيه بالبيتروت، عاملين لحشوه بالريكوتا والابينار. إذا بتلاحظ الألوان كيف كلها كمان هيك فريش، ألوان صيفية. عندها كيف الشمندر مظبوط على حرف السومو، كيف شمندر ملونة، وعندك جبنة وسبانخ بقلبها، ريكوتا مع ابينار، مع أكيد فيها حبق، فيها عناب، فيها بصل، فيها زيت زيتون. هيك بنكون إذا بدك حكينا عن كل الكولد ستارت. بعد الأوبشنات أكيد بالنتيجة كل واحد بيقول يلي عباله، والفريق عن ميشيل رح يقدر يعطيكم ما هيك ميشيل الأوبشنات وكيف نغير بالتحضير بالفليفرز. نحكي شوية ديسيرات لأنه كلنا يعني بنحب هالأشياء يعني. طيب انا بفضل الباذنجان. شو عنا شيف؟ اوكي هون في عنا نحن فينا نروح على ميني بورشن مثل ما عاملين هون التارت على موس شوكولا معموله جلاساج، واكيد بتشوف هون الدقه بالشغل بالحبه النوازات كراميليزي مع ورقه الذهب والشوكولا الباتون والشوكولا المحطوطه على الوجه. فينا كمان نشوف هون ال لا هذه بابا بس ميني بابا. كمان فينا نعملها قالي وفينا نعملها قطع، فينا نعملها بالفيرين، يعني هون في عندك التحرية كيف تقدر تقدمها. نسبة للبابا بحب أقول شيء، بابا هو في مينلي ثلاثة بارتس، في البرزنتيشن، هون نحن عنا عن جد عنا برزنتيشن فظيعة مع الانجريدينتس المهمة مع الريد بيريز، في البابا كبات كجاتو، وثالث انجريدينت أساسي هو الروم. الروم عن جد اذا عم نحط الروم الرخيص اللي اوقات بيستعمل للاسف بالباتيسري، بابا ما عنده ولا طعمه، نحن بنستعمل روم طيب كثير، سو هيدا بيعطي ثلث من ال ليك اي اجري بشغله انه يعمل الشغله مضبوط يا نقي غير شيء، يعني لما بتصير لما بتلاقي حلول انه لتنزل بيدجي مرات ما بتستفيد، يعني بيقولوا رخيص غالي مرات، لما بتصير بدك تعمل افور اكثر لتتعود. و تحت على الفواكه اوكي هون مستعملين سابلي بروتون، سابلي بروتون هي سابلي فيها شوي صغيره ملح، وبنحط لها اكيد بيكنج باودر. أوكي. لما بتخبزها شوف هون هيدي السماكه كلها، هيدي كلها بقلبها فيها الفيول يعني خفيفه، لما بتقصها منها كثير كومباكت، منها كثير قاسيه. اكيد مع فري روج مستعملين تقريبا كل شيء فري روج.
نرجع نروح على التشيز كيك. التشيز كيك هون حبينا نقدمها بالفيرين لحتى يكون في عندنا هون بالبرزنتيشن عده اشياء، يا بفيرين يا اما ميني بورشن يا اما قوالب، اكيد فيك تحط بعدين بملاعي بدك. على كل حال في ميكس، بنلاحظ في ميكس بين صحون يعني جات وبورسيون انديفيديوال، لانه اذا كله بورسيون انديفيديوال بتصور بتصير كثير امبيرسونال، واذا كله جوطه كمان حتى بالجوت منوعين يعني عندنا المطاور عندنا المبروم عندنا يعني حتى بالبوفيه كمان الاشياء الحلوه بين دسير ومالح انه حلو يكون في قطعه، لانه بضل الجات حلو لا يخلص يعني كل واحد بياخذ قطعه بياخذ فيرين، مش انه لانه ما الجات فبده يكون في بالانس بين اثنين، يعني ما فيهم يكونوا كل البوفيه قطعه وما فيها كل البوفيه تكون كمان مسكوبه مع بعض. حتى حتى بالفيرينات ليش انا بدي نعتمد الترانسبرانس بالفيرينات لحتى يبين عندك المونتاج بقلب الفيرين. بتعرف في سؤال غريب، لما بتحضروا بفيه قد حلو بعرس، هل الواحد بيزعل لما يشوف الناس بلشت بسكيكين تخرب الديكور تبع الصحن، او بالعكس بننبسط انه نحن بننبسط نشوف العالم عم يضحكوا؟ بس هيدا هذا ريكومبانس. بس لما العالم بلش تخرب يعني من بعد ما اخذ نهار ونهارين ترتيب وتظبيط لا لا لا، نحن عادة دائما بنبسط لما حدا عم يشرب بكون غريب، بيكون اوقات لما بيخرب الغاز اكثر من اللازم، بيكون في حدا بيفوت على الخط دايركت اللي بيرجع ينظف، حدا بيكون كل شيء دائما مرتب نظيف سوبر كلين. واكيد دغري بيتغير البلا لما بيكون فاضي، يعني هدول تحصيل حاصل مش لما بيكون فاضي قبل ما يفضى محل يكون البلا فاضي، هذا كمان تحصيل حاصل. ما بعرف اذا حكيتوا عن هيك الاشياء اللي ممكن تصير تخربط القصص اخر دقيقه، شو معقول هيك ينزع الاجواء؟ شو معقول يكون في اخطاء لازم يتفادوها العالم بالاعراس او بحفلاتهم؟ دائما اهم شيء يكون في بريباراسيون معموله بدقه قبل الوقت، مهم يكون كله على التايمينج المضبوط. نحن هون شفنا انه بما انه قطع لايف عم نقطع بعد بكم دقيقه، بعد بكم دقيقه معناتها الجلاساج ما بقى عنده البريانس اللازمه، يعني تاخروا العرسين بال ما بعرف بعد السيرموني تاخروا المعازيم يمكن بكرباسات يعني بتصير، يعني رح تلاقي هيك اشياء بيسيء عملك. هون كمان اورجانيزيشن مانجمنت اكيد بدها فلكسيبيليتي، ولكن كمان بدها بريسيزيون. شو قديش مغنجه شيف جاد، شيف شارل، ميشيل، واكيد الباري اللي دائما هيك بيهتم فيي بيعطيني اللقمه كل شيء. الباري طالع الصيت هون اتركوا علي الباري اوعى. لا بعرف شو بتحبي اوعى الباري هيك شوي من هون هيك بس هيك عن جد ذكرتني بجهاد يلي دائما 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 ما بيسكب لي ولا صحن. اي 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 جهاد. ما بعرف اذا هلا فتره فالنتاين معقول يصير شيء هيك. انا هلا رح احكي لها على جهاد، بعرف وين رح نقي الليله، رح احكي شخصيا في عندي مشكله معه هلا بنحلها. انا على بالي على بردو الكرافات فات اكثر شيء ناطرته. انت البير اكثر على ديسير ما اكثر على سالتي؟ لا انا رح تسمح لي رح ارجع اسحبها. اي ميرسي ما بدي اخذها، رح اهديها لالبرت. البرت سو قد ما الواحد بيحاول يعني بالنتيجه لما رح تغطس بالصحن رح تغير شوي ملامحه. اوكي هون انتم بترجعوا بترتبوا الوضع. بتعرفوا مين كان لازم يكون معنا اليوم؟ هات لنشوف نادين كرمال الاتيكيت لنشوف كم مره فينا نرجع نروح نعبي صحن، لنشوف كم مره فينا نتمشى بين الناس لنروح على البوفيه. بس فينا نسال البروفيشنال سؤال، ميشيل كم مره انا نعبي صحننا ببوفيه عرس؟ انا ببلش من الاخر بكل شيء. انا شخصيا بكره يكون في نطره على بكره الكيو، كمان هون لازم يكون كل شيء منظم بطريقه مضبوطه مشان ما يكون في كيو. عاده لما بكون في كيو اي سكيب ات و eventually برجع بعدين. So this is why أنا دائما بحط على الأد ما بعبي صحن كتير and eventually بعمل سيرفيس تاني. بس بدي أقول شيء. Yes. طب شيء مش معقول. شو بلشتي؟ الكروفات مع التروف و هيدا كومبليمون. لا 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 لا. هون في عنا ميكس كنا عم نحكي قبل how we need to select المنيو. هون في ميكس بين التراديسيون اللي هو الحمص أو الباذنجان الاصليين ولكن البريزنتاسيون تريندي، وفي عندنا هون الانوفيشن الموجوده مع البوري مع البطاطا مع ما معقول. فين نقول تيغ مير لما ناكل تروف مع كروفات؟
In this case, تاري مير الاثنين سوا تار يعني والمير أكيد. It's a very good combination. سبيشاليتي عنا إياها كمان very successful. أول ما راح يكون في وقت لندوق كل شيء بس ديزرت ولا حتى هيك وان ديزرت انا لا بفضل ضل على هالطعم الطيب كثير بس يجعد بس يجعد بعدين الديسير البيغ بفتكر مكتر بعد شوي بعد كم ايام لكن احنا رح نترك البيفيه هيك نتلذذ فيه شوي بناخذ بريك وبنرجع